وقفنا هنا حتى نجاوب نداء الطبيعة، فأنا للأسف بدون ما أرى يعني رحت دايس على هذا التعبان. قتلت قتلة للأسف، راح التعبان. هيا نكمل رحلتنا يا شباب. واقفين هون في موقف باص، موقف سيارات وهكذا حتى نرتاح. ابتدينا نقرب، هذه هي العلامة اللي بندور عليها صرنا 3 أيام، اسمها فيسالونيكي. هذه منطقتنا التي ولدنا فيها. شايفين طبيعة بريطانيا يا شباب شو جميلة؟ ادي طبيعة بريطانيا يا شباب. انت بتكذب، انت كذبت. اعوذ بالله، استغفر الله. هذه اليونان يا جماعة، انا بهزر معاكم. نحن الان في اليونان، انا واخي ماهر، لا تقلقون بتاتا. فنحن قصدك الاخ ماريوس بقى. ماريوس هنا بيقلب على طول، ماهر بيتحول لماريوس وحكيم بيتحول لجواكيم. اهو عشان لو انتم مش مصدقيننا، علم اليونان اهو ورايا. عم صور هون من سالونيك، هذه مدينة سالونيك. احنا في اكتوبر والجو حار شديد، يعني انا لابس جينز لكن بدي اغيره لانه الجو حار كتير. هو حكيم وصل جاي من بعيد، ما اعرف اذا باين عليكم ولا لا. اجواء حلوة كتير، مريحة يعني مثل الاجواء العربية، يعني تلاقي بيأزأز الليب واللي قاعد على القهوة الناس طيبة، يعني تسألهم يجاوبوك، هم بيكلموك. يعني مثلا يشوفوا سيارتي انجليزية يقولوا لي منين انت، يعني بحس ان الناس هم حشريين بس طيبين. يعني هو في ناس باردين، زي مثلا الانجليز باردين ما عمره ما يكلمك، حتى لو قلعت عريان في الشارع ما يكلمك. اليوناني راح يكلمك غصب عنك، يعني جاي منين وشو بتعمل هون وكم يوم راح تقعد. شو صار حكيم بهالاوراق؟ زي ما انتم شايفين هنا يا شباب، الطبيعة مختلفة عن بريطانيا، نوع الشجر، نوع الطريق، نوع الاسفلت مختلف. الجو هنا حر اكتر من بريطانيا، في شمس لسه. في بريطانيا خلاص تقريبا دخل البرد، لكن هنا لسه في حر. هنا في اليونان تلاحظ انه مفيش الباص البريطاني ابو دورين، في نوع باص تاني اللي انت شايفينه. لا راح، هو نوع طويل كده، طويل منقسم في النص، وفي النص عليه كده زي مطيط. هذا محل مشهور جدا في اليونان، سوبر ماركت. الجو حار شديد، رحنا اشترينا مي لانه مش عارفين المي اللي عندنا في البيت هذه صالحة للشرب ولا لا. اعتقد درجة الحرارة 35. هي دي السنة في شرب الماء يا حكيم؟ هنا في اليونان يا جماعة في محلات للإيجار كتير، كله مشطب على المحلات لأنه مفيش شراء بيع. طبعا في حالة هنا عربية التانية. يكثر في اليونان بشدة شجر الصنوبر. في استاس هذا خالي وصل، كنا مستنينه.
هلا هيقابل امي للاسف، هتكون لقاء غير جيد لانه الاثنين زعلانين على موت ابن خالي، فراح يحصل بكاء. خليني اقطع هنا احسن. شايفين الجناح بتاع الطاقة الريحية؟ هو لما يكون بعيد بيبان صغير، ولكن لما يقرب